موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال ابن كثير رحمه الله: ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قال: نعم. قط يعني فقط. قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. الحديث ليس في صحيح البخاري، يعني ابن كثير أخطأ في نسبته، وإنما هو في سنن أبي داود وحديث صحيح. وروى مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم ورواه النسائي عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، برضو عن أبي حميد أو أبي أسيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. إذا تحصل من مجموع الطرق، في حديث ثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن حسن عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي وابن ماجة. قال الترمذي: حديث حسن وإسناده ليس بمتصل، لأن فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى. خلاصة ما ذكر وحيد حسن له طرق، شواهد.
أن يقول أعوذ بالله إذا دخل المسجد، أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج يقول اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. اللهم عصمني من الشيطان الرجيم وهو خارج، لأن الشيطان أبعد عن أهل المساجد ولكنه أقرب إلى أهل الأسواق ومن يتعامل في الدنيا. فحاجة الإنسان إلى أن يعصم من الشيطان الرجيم إذا خرج من المسجد أتم، وأما إذا دخل فهو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليتمكن من الذكر. فهو يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دخل المسجد امتثالا لأمر الله. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن ولود الإنسان في الذكر يحتاج إلى حضور القلب وعدم تشتت الذهن، والشيطان يحاول أن يصرف عن الإنسان، يحاول أن يصرف الإنسان عن ذكر الله عز وجل عن تدبره وأن يشغله. احتاج إلى الاستعاذة وهو داخل، واحتاج إلى الاعتصام بالله وهو خارج. يقول: هذا الذي ذكرناه مع ما تركناه من الأحاديث الواردة في ذلك حال الطول، يعني هو الصحيح كده، يعني الذي ذكرناه مع ما تركناه لطال القول. النسخة الثانية: مع ما تركناه لو ذكرناه لطال القول. يقول: هذا الذي ذكرناه مع الذي تركناه ده كله داخل في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي اسم الله، كقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى: ويذكر فيها اسمه. قال ابن عباس: يعني يتلى فيها كتابه. وقوله: يسبح له فيها بالغدو والأصال، أي في البكرات والعشيات. الأصال جمع أصيل وهو آخر النهار، يعني الصبح والعصر. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كل تسبيح في الصلاة في القرآن فهو الصلاة. هذه الطريقة طريقة مستقرة عند عامة السلف: كل تسبيح مأمور به أو أخبر به أو أوجبه الله فالواجب منه ما كان في الصلاة، ويستحب ما زاد على ذلك. قال علي بن أبي طلحة لابن عباس: يعني بالغدو صلاة الغداء الفجر، ويعني بالأصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما وأن يذكر بهما عباده. سألتهم أول ما افترض من الصلاة، ربما يكون ذلك قبل الإسراء، قبل الإسراء. معلوم أن الإسراء فرضت فيه الصلوات الخمس خمسا، يحتمل لو صح ذلك، وطبعا منقطع عن ابن عباس، يكون ذلك قبل الإسراء. ولا شك في فضيلة الصبح والعصر خصوصا، والآية تدل على ذلك،
من صلى الصبح وصلى العصر دخل في فضل الآية، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. يقول وكذا قال الحسن أنهما صلاة الصبح والغداء والعصر يسبح له فيها بالغدو والآصال يعني الصلاة، ومن قرأ من القراء يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال بفتح الباء من يسبح، تبقى يسبح على أنه مبني لما لم يسمى فاعله، وقف على قوله والآصال وقفا تاما يسبح له فيها بالغدو والآصال، وابتدأ بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وكأنه مفسر للفاعل المحذوف كما قال الشاعر لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. يقول كأنه يقول قال من يبكيه؟ قال هذا يبكيه. وكأنه قيل من يعني يسبح له فيها بالغدو والآصال، فكأنه قيل من يسبح، من يسبح رجال، فكأنه قيل من يسبح له فيها قال رجال. أما على قراءة من قرأ يسبح زي قراءتنا بكسر الياء الباء، يسبح دي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر غير رواية حفص عن عاصم، حفص عن عاصم يسبح له فيها. يقول فقوله تعالى رجال فيه إشعار بهممهم السامية، يقول من قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله رجال، فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام، بل يحسن الوقف على رؤوس الآي على أي الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية آية، فهي هذه آية مستقلة، فلو وقف على الآصال على قراءة يسبح فلا بأس، والبعض يستحب أن يقف أولا ثم يصل ثانيا. يقول يسبح له فيها بالغدو والآصال، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. قال فقوله تعالى رجال فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيله وتنزيهه، كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. أما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. يعني صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. البيت ده بيبقى حاجة جوه البيت، يعني الحجرة عندنا عكس البيت، والمخدع دي بقى يعني بتكون جوه ستارة مثلا جوه الحجرة. ستارة كل ما كانت مبتعدة كل ما كان أفضل. وروى الإمام أحمد سند ضعيف وصححوه أيضا للشواهد
السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وروى الإمام أحمد عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. يعني لو قلنا الدار دي العمارة زي العمارة عندنا يعني والبيت والحجرة الشقة والبيت الأوضة بتاعتها والمخدع اللي متسترة بستارة جوه الأوضة ومسجد قومها زي المسجد اللي مبني تحت اللعبة. يعني مسجد خاص بيها المسجد الكبير هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله تعالى. لم يخرجوا هذا في إسناده عبد الله بن سويد الأنصاري وثقه ابن حبان والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيح. قال ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب كما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه البخاري ومسلم ولأحمد وأبي داود وبيوتهن خير لهن. اللي عملت غلط تتمنع ولا تمنع النساء عموما. الحديث ده عن ابن عمر فيه في مسلم أن ابنا له قال إذا يتخذنه دغلا والله لنمنعهن. فقال له ابنه فسبه ابن عمر سب ابنه. هو قال هنمنع عشان الرسول قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال هيعملوه زي مكان للكلام لو للفساد أو كذا. فقال والله لن منعهن. فقال فسبه ابن عمر سبا شديدا ما سمعته سب أحدا مثله. وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لن منعهن. في رواية أبو عمر بن عبد البر فقال لعنك الله أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لن منعهن. إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يتعارض. وفي رواية وليخرجن وهن تفلات. وليخرجن وهن تفلات يعني غير متطيبات أي لا ريح لهن. وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان نساء المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ثم رجعنا متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. حزب يقول: فكان ماذا؟ الله عز وجل أعلم بما تحدثه النساء، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعني لا يمنع إماء الله مساجد الله. هذا اجتهاد رأته عائشة، أو يقال التي أحدثت تمنع، لأن يعني تستحق العقوبة من أحدثت، لا تمنع كل النساء. وقوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورزقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. قال هشيم عن سيار قال: حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله بن مسعود: هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهكذا روى عمرو بن دينار القهرماني عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ورواه عن ابن أبي حاتم، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إني أقمت على هذا الدرج أبايع عليه أربح كل يوم 300 دينار، أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد، أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال، ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يعني ببيع مش عشان الربح، أقدم عشان ساعة الصلاة أو ما أصلي عشان أبقى من أهل هذه الآية. قال عمرو ابن دينار الأعور: كنت مع سالم ابن عبد الله ونحن نريد المسجد، فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم،
فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد، فتلا سالم هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم قال: هم هؤلاء. كذا قال سعيد بن أبي الحسن: الضحاك لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. قال مطر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. أفل الميزان. عن ابن عباس: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال: عن الصلاة المكتوبة. وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس. وقال السدي: عن الصلاة في جماعة. وعن مقاتل ابن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة، وأن يقيموها كما أمرهم الله، وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. وقوله تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال، كما قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا شديدا. عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: هنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، أي هؤلاء من الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا من فضله، وتجاوزوا عن سيئاتهم. ويزيدهم من فضله، أي يتقبلوا منهم الحسن ويضاعفه لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال: والله يضاعف لمن يشاء. وقال هاهنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. عن ابن مسعود أنه جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا، فكلهم لم يشربه لأنه كان صائما، فتناوله ابن مسعود وكان مفطرا فشربه، ثم تلا قوله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أنه يعني أعجبه أن أصحابه صوام، وأنهم صاموا خوفا من الله، خوفا من يوم القيامة. أن أسماء بنت يزيد أيضا، رواه ابن أبي حاتم، أن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق:
سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهمون وهم قليل ثم يحاسب سائر الخلائق. إسناده ضعيف. عبد الرحمن ابن إسحاق ضعيف، شهر ابن حوشب ضعيف. ورواه الطبراني من حديث بقية عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجو ليوفيهم، قال في قول ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال: أجورهم يدخلون الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة لمن صنع لهم المعروف في الدنيا. إسناده ضعيف لا يثبت. وقال ابن كثير: هذا إسناد لا يثبت، وإذا روي عن ابن مسعود موقوفا فهو جيد. أقول قبل هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.